بالتأكيد يعلم الفيصل اللي متواجد منذ فترة في دوري قد يكون مبادرة من الفيصلي في الهجوم حتى يتحصل على ثلاث. يعني احنا نقول المباراة اليوم هي المباراة الأهم للفريقين واللي يعني تكسب فيها ست نقاط ما هو ثلاث. بالتأكيد تقريبا الخطيب اليوم عبد اللاوي الربيعي الهجومي الخطير اللي شاهدنا. حد الآن لا نشاهد فرص حقيقية وصلت من جانب الاتفاق ومن جانب الفوز بالنسبة للاتفاق نعيم. دفاع الاتفاق في مباراة اليوم علي هزازي وابراهيم مباراة سيدي روبولس شيرينا مخالفة لمصلحة ثم محنشي يمرر في المكان تمريرة اتفاقية وعند حاول تغطية موجودة هذا نعيم خطف الكرة كانت عند أمين يونس طويلة وإلى الأمام الفلندية الأخرى عندنا كرة أمامية وخطيرة وفرصة وكرة لمصلحة الاتفاق الآن مرور عند اللابد الكرة الآن وضربة زاوية اتفاقية تلعب عرضية ومحاولة خطيرة جدا ورمية جانبية لعبت عند أمين يونس لكن التغطية موجودة والكرة تبعد مرة أخرى لاعبي الاتفاق وكرة لنعيم السليتي تلعب كرة عرضية ما كرة اتفاقية لنعيم السليتي يحاول أمام تغسل حتى الاتفاق عند السليتي يحاول وينتظر ثم يمرر وحده والجبلين فقط في صراع هنا كرة أمامية وفرصة يمرر كرة لنعيم السليتي والتصويبة وفرصة في المكان السليم كويسون يضيع الفرصة لكن موافقا ارتطمت في القائم وعادت لكويسون ايتي صوب كورة وارتطمت في القائم وراحت عند كويسون وهنا اللقطة وهنا جميلة ورائعة وفنان أوه على فرصة منتخب السعودي والتوقف الدولي الذي سيلعب فيه ايضا المنتخب اللعب ويحسب الإدارة واللاعبين لكن الفيصلي لأول مرة يونس تمريرة للسليتي والعرضية حاضرة والكرة منذ 2009 عن لقب بطولة الدوري هنا كرة اتفاقية وتمريرة بعيدة جدا طبعا في المباراتين الماضي أمام أبها تعادل وأمام الشباب كان خسارة قبل ذلك مهم جدا أمام المنتخب الكرواتي والسر لمحنشي ممتازة للسليتي على طرف الأيسر الآن تقطع لمصلحة الاتفاق تعود عند سليتي وحكم المباراة ثمينة لأمين يونس كان أمين يونس يتأهب لأن كرة تعود من جديد مرة أخرى سليتي يحاول خطأ للاتفاق والكرة أرضية حاضرة ورأسية إلى خارج أرضية ضربة مرمى الاتفاق في محاولة عند نعيم السليتي يتقدم في كرة إلى الأمام سليتي يحاول وإلى جانب أمين يونس جانب سليتي يرسل كرة إلى الأمام وخطيرة لاعبي الاتفاق والكرة الأرضية حاضرة ورأسي برناوي يحاول أمام تغطية موجودة من أكثر من لاعب حامد الغامدي يمر كرة للسليتي حاول نعيم أمام تغطية ينتظر يمر لين عند السليتي عرضية سليتي وفرصة اتفاقية للتعادل مرور سليتي وأمام تغطية سليتي في المرتدة سليتي يحاول يتقدم ويمرر وكويسون لكن وليد الأحمد مرة أخرى وهذا إيكور وكرة رائعة من جانب سليتي حط الكور يمرر كرة سليتي ينقل 30 براسية وليد الأحمد انطلاقة لسليتي يتقدم في كرة وسليتي الله صعبة 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 على الكسار شوف المهارة شوف التقدم إلى الأمام مهارة ونطلع عليك حط الكرة مباشرة على يمين الكسار سجل شوف السليتي شوف السليتي الله عليك الله سليتي وحل الاتفاق تقدم سليتي وتقدم ومباشرة هدف التعادل بمهارة وروعة وجمالية نعيم السليتي
ويتعادل في مباراة اليوم لأن سعيد الأحمري بعد الفاصل إن شاء الله يصل إلى 30 نقطة في طبعا 28 مباراة. We'll be right back.